الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل سماحة الشيخ: امرأة مرت بالميقات ولم تحرم وهي متجهة إلى مكة، وكان في نيتها أنها ستعود إلى بلدها مرة أخرى ومن ثم تحرم من الميقات، لكنها الآن حصلت ظروف لها وستبقى في مكة لمدة شهرين، هل تعود للميقات كي تحرم منه أم أنها تحرم من الحلم؟ ما دامت وقت مرورها على الميقات لم تنوي عمرة، ما نوت العمرة يوم تمر على الميقات، بل ناوية أنها تمكث في مكة ثم تذهب إلى بلدها، ولا تيسر هذا، بل فرضت عليها الأحوال التي قدرها الله أن تبقى في مكة. هي ترغب الآن عمرة، ما يخالف تطلع للحل، تحرم من الحل، من التنعيم، من الجعرانة، من أطراء، من وراء الحدود الحرم، تحرم بالعمرة تأديها والحمد لله.